عود ستن مود من كركديان. عطرنا اليوم من كركديان انه عود ستن وموجود لدى الفنان للرجال والنساء، متوفر الان. هو عطر شرقي خشبي للنساء والرجال، يعني واسع المجال، يضعك في حيره حيث الافتتاحيه المثيره. فهو يبدا بافتتاحيه فواحه وقويه بسبب روائح الورد التركي مع تعزيز اقوى من العود الذي اعشقه بلا حدود، ثم الجاوي الذي لا يقدره الا الغاوي، تتبعهم الفانيليا لتكتمل الفاميليا. كما استطاعت الفانيليا الحفاظ على الاستمراريه والحضور بمشاركتها لنوتات الورد والزهور، فنجحت نجاح باهر واستطاعت الى القلب العبور، حيث نسمات الورد التي خرجت للنور بشكل أعمق مع الفانيليا التي تجلب الدفء والسرور، وزاد من هذا العمق والجمال أن كان للعود الحضور. وبعد ذلك يصطحبك العطر إلى أجمل مراحله، وهذا عنه شائع بأنه لن يخذل بفوحانه القوي والرائع، حيث تجد نفسك كلما تحركت لا يتركك وحيدا، وكأنك قمت برشه في هذه اللحظة تحديدا، فهو لا يحتاج كل فترة تجديدا. يا حبذا لو يستعمل أيام الشتاء، حينها ستكن له الوفاء ولن تنساه من الدعاء، وبألا ينقطع من عندك يملأك الرجاء. وفي النهاية ونصيحتي المعهودة، دع أنفك على الروائح تتدرب، وما تشتريش قبل ما تجرب. دمتم بكل ود.